أرحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام في تغطية خاصة عن زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى واشنطن وانعكاسات ونتائج هذه الزيارة. أرحب بضيوفي في الاستوديو الأستاذ العلاقات الدولية الدكتور صالح الشدر، مرحبا بحضرتك. مرحبا بك. وأيضا الباحث في الشأن السياسي الأستاذ نبيل العزاوي، مرحبا بحضرتك. أهلا وسهلا. أهلا بجناب الدكتور. أبدأ معك، زيارة وصفت بالمهمة جدا، القطاع الصناعي، الاستثمار الزراعي، حتى التعليم والكثير من المجالات ربما ستناقش وترى حلول. يعني الشارع اليوم يتأمل ويتوقع أنه ستكون حلول كبيرة مطرحة للشارع العراقي. ما أهمية هذه الزيارة؟ لماذا علقت الآمال عليها وأنها تختلف عن سابقاتها؟ أولاً تحية لك ولضيفك الكريم ولمشاهديك الكرام. بالتأكيد الدبلوماسية العراقية في تصاعد ستيب باي ستيب، وصول إلى حقيقة موضوع الدبلوماسية حقيقية. أعتقد أن السيد السوداني حسب الدستور العراقي لعام 2005 هو صانع السياسة الخارجية الأول، وبالتالي بدأ يتحرك بدبلوماسية عالية، بدأ من المسار الإقليم العربي ومن ثم انتقل إلى الإقليم غير العربي ومن ثم إلى المسار السياسة الدولي. أعتقد أنه الزيارة مهمة جدا، وحقيقة كان هنالك قبل أن تكون هناك زيارة هناك تمهيد لموضوع هذه الزيارة وكيفية الاتفاق على مبدأ الزيارة وما هي حقيقة المشاكل التي ستناقش وما المشاريع التي ستكون مشروع طرح في هذا الموضوع، وبالتالي أصبحت حقيقة هنالك رغبة متبادلة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين العراق كدولة ذات سيادة بأن تكون الزيارة بهذا الشكل. رغم أنه السيد السوداني حقا في أول وهو في الطريق بدأت الصواريخ، الجمهورية الإسلامية تنهال على الكيان الصهيوني، وهذا حقا بحد ذاته أيضا يعتبر تهديد لموضوع الزيارة. ولكن أعتقد أنه كان موفق جدا رئيس الوزراء عندما حقيقة حاول. أنا من وجهة نظري نحن نقرأ كل الكلمات، كان موفق حتى بلقب، موفق حتى بكلمته. نعم بالتأكيد كان أول ما حقا أول ما بدأ السيد بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية قال أول ما تحدث عن موضوع فلسطين وعن نصرته لإسرائيل بالنسبة للجانب الأمريكي، نحن ملتزمين بأمن إسرائيل وحماية إسرائيل، قال له موقف العراق مغاير لموقف الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا الكلام لم يستطع أن يقوله لا سابقا ولا حاليا أي رئيس جمهورية أو رئيس وزراء في العراق ما عدا السيد السوداني، عندما يعني جالس في البيت الأبيض ويقول له نحن يعني العراق مغاير لما تراه. وأعتقد أنه هذا حتى بعيد عن الجانب الدبلوماسي، وهو يحسب للسيد السوداني حقا كشجاعة أولا وكطرح موضوعي لموضوع دولة ند بدولة أخرى، وبالتالي أعتقد أنه كسب احترام المقابل بطريقة فرض الشخصية، وهذه يحسب حتى حركة الجسد نحن يعني حقا نلاحظ ذلك. وبالتالي كان موفقا جدا السيد رئيس الوزراء في هذا الموضوع، حتى الإعلام الأمريكي أشار نعم. أما موضوعة يعني حقا سؤالك المهم جدا، الجانب الذي طرحه السيد السوداني وأهمية الزيارة تأتي فيها يعني عدة جوانب. أولا الجانب السياسي في العلاقات الدولية، والجانب الاقتصادي، والجانب الاستراتيجي. ولدينا حقيقة موضوعة الاتفاقية المعطلة، وهي التي أبرمت عام 2008 من قبل السيد المالكي مع الجانب الأمريكي وفعلت عام 2014 فقط عسكريا. أما حقيقة جانبها السياسي وجانبها الاقتصادي لم يفعل إطلاقا، وبالتالي الآن بدأت مشروع حقيقة مشروع اتفاقية مستدامة كما طرحه السيد السوداني، وأيضا طرحه السيد جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بأن تكون لك شراكة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية طويلة الأمد. عندما يقول رئيس وزراء طويلة الأمد معنى ذلك أنه لا يفكر في فقط في حكومته، وهذا أيضا يحسب للسيد رئيس الوزراء. اليوم سائل يتساءل، هل أنتقل الأستاذ نبيل، أستاذ نبيل يعني اليوم هل نجحت اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي كانت تقتصر على الجانب الأمني والعسكري فقط، حتى اليوم نوسعها إلى جانب اقتصادي واستثماري وصناعي وغيره؟ أولا تحية لحضرتك وتحية للدكتور الزميل العزيز وإلى كل مشاهديكم الكرام. أنا أشوف نجح السيد السوداني بتفكيك العلاقة الأحادية، تتذكر علاقة أحادية كانت بالجانب التسليح العسكري،
فككها دبلوماسيا، بمعنى أن اليوم حينما نتكلم عن علاقات ثنائية تختلف شكلا ومضمونا عن كل العلاقات، إذا نتكلم من 2006 مرورا إلى 2018، كانت هنالك العلاقة أحادية فقط تتجنب تتعلق بجانب التسليح، لأن تدري كانت الأمور صعبة جدا. إذا نتكلم من 2003 من الاحتلال مرورا إلى الإرهاب إلى داعش بالقاعدة، فكان العراق يعني يحتاج إلى علاقات عسكرية أو هكذا. لكن بعد الوئام السياسي وبعد الاستتباب تدري بعد الخروج من المشكلات السياسية بدينا نتطلع إلى أن تكون هنالك علاقات ثنائية وتتضمن تدري اتفاقية الإطار الاستراتيجي اللي هي بال 2008 ما مطبق منها أقل من 5%. طبعا 95% من أتعب من أشوف هاي الاتفاق ما مطبق منها أي شيء، لأن بها اقتصاد، بها سياسة، بها تعليم، بها ابتعاث، بها زراعة، بها مناخ، بها غسيل أموال، بها كثير من الأمور يعني بها. ولذلك حينما نقول أن الزيارة مختلفة، الاختلاف مالها يجي لأن كل رؤساء الوزراء حينما زاروا الولايات المتحدة الأمريكية كانت العلاقة فقط الأمنية وهاي الأمور كانت. هذه زيارة استثنائية جاءت، بمعنى أنها استثنائية حتى في ظروف المنطقة الاستثنائية. تدري تعقيدات حصلت، الحرب مجازر ترتكب لحد هذه اللحظة، كثير من الأمور. حينما يعني يرسل السيد السوداني رسالة بالغة الأهمية من البيت الأبيض وأمام الرئيس الولايات المتحدة الأمريكية الذي يدعم إسرائيل بالجهر وبالعلن، يقوله قد نختلف معكم في هذه التوصيفات، إذن هي رسالة بأننا اليوم. هذا طبعا اطرقت إلى الصحافة العالمية، اليوم مجلة الجورنال الفرنسية اطرقت على هذا الموضوع بإسهاب كبير. الصحافة العالمية تقول أن العراق قد أرسل الرسائل من خلال السوداني، والدول المنطقة تنظر إلى العراق كلاعب جيوسياسي مهم في إنهاء هذه الحرب العبثية. ولذلك حتى الدول اليوم يعني كثير من الدول ترهن كثير من حل المشكلات من خلال هذه الزيارة. شنو الرسائل اللي وصلها رئيس الوزراء بكلمته؟ طبعا الرسائل كثيرة. أولا أننا طبعا هي من اليوم الأول، إذا تتذكر مؤتمر القاهرة اللي صار بعد 7 أكتوبر أول مؤتمر، وصل السيد السوداني ورسالة مدوية للعالم بأننا مع القضية الفلسطينية ولا يمكن أن نكون وكلاء ونميع القضية الفلسطينية، ونحن وهذه نفس الرسائل ما غيرها السيد السوداني بأن القضية الفلسطينية هي القضية الأساسية. اليوم أهميتها تختلف عندما جالس مع رئيس الولايات المتحدة والأمريكية، الموضوع أخذ صدى أكبر. نعم، حينما يتكلم عن العدالة السماوية وتطبيق العدالة والنظم النظم الإنسان وأن يكون يسود البشر النظام العادل، هي كلها رسائل. هذه كل كلمة وكل حرف هي رسائل بمعنى كبير. ولذلك اليوم الصحافة العالمية حينما تتكلم عن نجاح الزيارة هي ليست من فراغ، النجاح له مقومات وقواعد. أساس النجاح بأنه السيد السوداني كان رجل دولة لم يبحث عن سلطة، يعني هاي مهمة، قضية جدا مهمة. اليوم حينما يتكلم رجل دولة في قضية يعني تعظيم سلطات الدولة وليست السلطة كما كانت يعني سابق، كانت هنالك يعني إيحاء وإيماءات بالسلطة وكيف تعظيم. اليوم السيد السوداني يعني يتكلم ويسير بقضية رجل الدولة، وأعتقد الأهم من الزيارة هو ما بعد الزيارة، وهي قضية جدا مهمة. هي ليست الزيارة الأولى وليست الأخيرة، ستكون هنالك ملفات وستكون هنالك جداول لتطبيق الاتفاقيات الموقعة، 16 اتفاقية توقعت لحد الآن. جيد دكتور، رغم رغبة العراق لهذه الزيارة ولهذه الشراكة، لكن اليوم أوضح سيد رئيس الوزراء برسالته أن العراق بلد لديه رأيه وليس تابعا لأي جهة، لا لأمريكا ولا لأي جهة ثانية، هذا موقفنا واضح وهذا رأينا ويجب أن يحترم. نعم، أعتقد أنه وفق السيد رئيس الوزراء في طرح موضوع النظرية غير الصفرية. من المعروف أن الولايات المتحدة الأمريكية ما حقا ما بعد الحرب الباردة بعد تفردها في الأحادية القطبية بدأت تلعب مع جميع الدول النظرية الصفرية، والتي تقول هاي النظرية في العلاقة الدولية، تقول النظرية الصفرية أنه ربح الطرف الأول خسارة للطرف الثاني. النظرية غير الصفرية تقول لا، من الممكن أن تكون أن يكون الربح حقيقة متساوي، أو حتى حقيقة أن يكون لك هامش من الربح للدول البسيطة، وبالتالي نلعب اللعبة غير الصفرية، وأن تكون لك إشارات بالنسبة للاعبين الدوليين حتى تكون لك طريق للمسار السياسي الدبلوماسي. هكذا أعتقد أنه لعبها السيد السوداني بنظرية غير صفرية حتى يربح العراق من هذه الاتفاقية ومن هذه الزيارة، وبالتالي كان موفقا. ولكن أعتقد أنه أنا من وجهة نظري كمختص في العلوم السياسية وفي العلاقات الدولية، لدينا على سبيل المثال هناك من عندما سمعنا لكلمة السيد جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، قال
أشاد برئيس الوزراء وفي نفس الوقت أشاد بحكومة الإقليم، وهذه دبلوماسية موازية خاطئة. بالتالي الإقليم هو جزء من العراق، والدبلوماسية الموازية للحكومة أعتقد هي مخالفة للدستور العراقي، وعلى الإقليم أن يعرف حجمه في هذا الموضوع، وبالتالي هذا أيضا هو من عمل الحكومة. والولايات المتحدة الأمريكية عندما طرح هذا الموضوع وحقيقة بدأ بالثناء بطريقة متوازية، أعتقد أنه هذا موضوع التفتيت وموضوع جيد. نعم. بعد التطورات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط، كيف تنظر واشنطن اليوم إلى العراق وإلى حكومة السودان؟ أعتقد أنه السودان اللي استطاع أن يفرض احترامه واحترام حقيقة حكومته على الجانب الأمريكي من خلال العمل الحقيقي والعمل الدبلوماسي الحقيقي، وأيضا استطاع أن يمسك العصا من الوسط داخليا وإقليميا، وبالتالي ذهب حقيقة وفي جعبته الكثير وأثبت أنه رجل دولة حقيقي لا غبار عليه لا في موضوع الفساد. نحن أنا لا أجامل أحد، وتعرف حضرتك عندما كان حقيقة استلم عدة مناصب وأيضا وصل رئيس وزراء حارب الفساد بطريقة، رغم من أوصلوه إلى السلطة من الأحزاب السياسية لازم الأحزاب الشيعية هي حقيقة حاولت محاربته لوجود نجاحات، وما زال حقيقة محارب من هذا الموضوع، ولكن أعتقد أنه استطاع أن يسير بخطى ثابتة، وبالتالي فرض احترامه على المقابل. مثل ما ذكر الاتفاقيات التي أبرمت يجب أن تطبق وتنفذ حتى تكون هناك إيجابية لمخرجات الزيارة. أما إذا لم تطبق، يعني ضيفك الكريم أشار نقطة مهمة جدا، إذا لم تطبق هذه الاتفاقيات لا تكون هناك يعني حتى مخرجات إيجابية، ولا لماذا الزيارة؟ ستكون هناك بروتوكولية، بالتالي ننتظر تطبيق فعلي، ستكون هناك لجان مختصة لوفق حق الاتفاقيات لهاي بتطبيق هذه الاتفاقيات، وما حقيقة وما يخرج عن هذه الاتفاقيات لصالح العراق سيكون نجاح للعراق كدولة ولحكومة السوداني بالتأكيد. جيد أستاذ نبيل، ما أهمية التفعيل اليوم الاستثمار والتعليم والكثير من المجالات من ضمن هذه الزيارة، ما أهميتها؟ كيف من الممكن أن تتطور من خلال هذه الشراكات؟ تتطور من خلال النية والجهد الحقيقي. أنت تدري منهاج السيد السوداني كان يصب في أغلبه على قضية الخدمات. أنت اليوم شلون تترجم هذه الخدمات إلى واقع حقيقي؟ احنا لمسنا يمكن بالسنة ونص خدمات يمكن ما لمسناها بعشرين سنة، كان المجسر يمكن الوحدة يبقى سبع سنوات يلا يتنفذ، احنا مجسر واحد يمكن بثلاث شهور صارت. القضية الأخرى لمسنا خدمات حقيقية اليوم، أنت تدري حضرتك اليوم أكو ملفات كثيرة اليوم في جعبة السيد السوداني حل هذه الملفات، يعني ليست على طاولة الحوار، اليوم الملفات على طاولة التنفيذ. مثال بسيط أنطيك، قضية العقوبات اللي صارت على المصارف الأهلية هاي شكلت ضغطا كبيرا على الدينار العراقي، وتدري هاي يعني المصارف الأهلية جزء من الاقتصاد العراقي. أن يتكلم صناع القرار الأمريكي وأكثر من يمكن أكثر من 20 شخصية أمريكية من الفيدرالي يجلسون ويناقشون القضية هذه، العراق القضية الأهم لديه هو خروج العراق من العقوبات، يعني كان في النية أكثر من 15 مصرف كذلك يعني تكون لديه عقوبات. لذلك البحث في هذه القضية مهم جدا، المصارف العراقية جزء من الاقتصاد العراقي، ويجب إنهاء قضية تدري العقوبات حتى حتى يرجع الدولار إلى وضعه الطبيعي، وهي مهمة جدا. وتتذكر أنت بارتفاع الغلاء يعني الدولار وهاي الأمور كانت هنالك يعني حتى بالمنهاج الحكومي أنه شلون توفر الأمن الغذائي واستدامة الأمن الغذائي، وكانت هنالك سلة غذائية توزع بانتظام وحفظت طبعا هاي التوازن، يمكن برمضان احنا ما شفنا ارتفاع بالأسعار. كل هذه الأمور راح تطبق. قضية مهمة جدا كذلك اليوم شفناها وسمعناها بأنه شركة مايكروسوفت وشركة فايزر وكذلك شركة إليكتريك هم يريدون الاستثمار بالعراق باعتبار أن العراق بيئة استثمارية جاذبة لكل الشركات بما العالمية. أنه أخذتنا المصارف، يعني السيد السوداني اجتمع مع نائب رئيس الخزانة، يعني حسب توقعاتك أنه هل من الممكن أن نشهد رفع العقوبات عن بعض المصارف بعد زيارة السوداني، وبالتالي كيف تنعكس؟ هذا السؤال مهم جدا. أنا أعتقد أن هذه القضية في بال وعقلية السيد السوداني باعتبار علينا أن نخرج من شرنقة الخزانة الأمريكية. ما معقولة من 2003 فلوسنا إحنا تروح للخزانة الأمريكية، ما معقولة اقتصادنا مرهون، ما معقولة لحد الآن سيادة اقتصادية ما عندنا، كل بلدان العالم لها سيادة اقتصادية. لذلك أنا أعتقد الخروج من هذه الجزئية
ستكون ارتداداتها في العراق وفي يعني المواطن العراقي راح يلمس الفرق عفوا، لان يعني عندنا ثروه كبيره. نعم. تحويل الثروه الى ثوره حقيقيه في مجال الاعمار يحتاج الى هذه الادوات، واعتقد ان السيد السوداني لديه من الادوات، بحيث الوفد اذا تشوفه وفد حكومي ووفد تشريعي ووفد من القطاع الخاص، وهذه لاول مره اشراك القطاع الخاص. عندنا اكثر من 16,000 مصنع يراد ان تكون هنالك توامه وعلاقات حقيقه، وننقل الخبرات الامريكيه للعراق. ناخذ راي دكتور بهذا الموضوع. دكتور، يعني هل من الممكن ان ينجح السوداني وفريقه بان يخرج العراق من الهيمنه الاقتصاديه التي تمارسها امريكا اليوم على العراق؟ نعم، يستطيع فعل ذلك اذا كان هناك نيه قويه لدى الجانب الحكومي بتنفيذ حقيقه ما يتفق عليه من ابرام الاتفاقيات، لا سيما الجانب الاقتصادي، وهو قال لديه حقا اتفاقيات في الطاقة وفي النفط وفي غيرها، وهي فيها جانب الاستدامة. أعتقد أنه لقاء مع رئيس بنك جي بي مورغان، أعتقد هذا مهم جدا، وأشاد هذا الأخير رئيس البنك بأنه الإصلاحات السيد السوداني في القطاع المصرفي والقطاع المالي الحكومي كانت لها صدى، بحيث ترفع العقوبات عن بعض المصارف العراقية ذكرها. وبالتالي أعتقد أنه موضوع خروج من الخزانة الأمريكية يرتبط بأن تكون لدينا، ستكون هناك ضمن الاتفاقيات علاقة مع البنك، وهذا يعتبر بنك مدني ولكنه أمريكي أفضل من الخزانة الأمريكية، بالتالي لا تكون هناك سيطرة، باعتبار نتعامل مع مؤسسة اقتصادية مالية لديها خبرات كبيرة جدا. من الممكن أن تتجه الولايات المتحدة والخزانة الأمريكية إلى هذا الاتجاه، واليوم الشرق الأوسط يعني يعيش ظروف مقلقة. في الاتفاقات هي اتجهت، ولكن أنا أتحدث عن التنفيذ. اتفقوا في هذا المجال بأن أن تكون هنالك حقيقة رؤية اقتصادية وتعامل اقتصادي كبير جدا مع العراق، يختلف عما سبق باعتبار أننا نتعامل مع عراق جديد لديه إمكانيات ولديه ثروات. العراق يمتلك ثروات طائلة وكبيرة، ولكن عملية التوظيف خاطئة والفساد حقيقة هو القشية التي تقسم ظهر البعير في العراق، وبالتالي إذا ما جففنا منابع الفساد، والسيد السوداني جاد في هذا الموضوع، ستكون لك لدينا حقا جانب اقتصادي كبير جدا سينهض بالعراق، وستكون للعراق مكانة كبيرة جدا. تعرف حضرتك إذا امتلكت مثلث القوة، نعم، اللي هو الجانب الاقتصادي والجانب السياسي والاستراتيجي العسكري، ستكون دولة يعني عالمية، وأعتقد احنا نطمح إلى أن تكون دولة إقليمية على أقل تقدير، ونحن لدينا إمكانيات. على لسان المسؤولين الأمريكيين أنه لم يتغير موقف أمريكا من العراق، ولا زالوا يروه بلدا مهما جدا. هل نجح السيد السوداني بأن يعني ينجح إقليميا وربما يتوازن في علاقاته مع الدول الإقليمية، وكيف ينعكس هذا الأمر على أهمية العراق في المنطقة؟ أعتقد أنا من وجهة نظري كمختص في العلوم السياسية، ستضطر الولايات المتحدة الأمريكية لاستخدام الحكومة الحالية والسيد السوداني كوسيط بينها وبين دول إسلامية إقليمية، لا سيما إيران وتركيا وبعض الدول العربية، وباعتباره يستطيع حقا أن ينظر في هذا الموضوع باعتبار لديه علاقات كبيرة جدا مع هذه الدول، وأعتقد أنه يحتاجون إلى الجانب الدبلوماسي في هذا الموضوع، وأعتقد أن العراق يستطيع أن يكون عراب المنطقة في هذا الموضوع إذا ما كان لديه فريق دبلوماسي متخصص مثل ما نجح بحل الأزمة ما بين إيران والسعودية. بالتأكيد ستكون، وأنا أعتقد أنه من الممكن أن تكون هناك مفاوضات ما بين احنا حقيقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها داعمة لإسرائيل، وبين إيران عن طريق العراق، والعراق يستطيع فعل الكثير في هذا الموضوع، ولكن أيضا يحتاج السيد رئيس الوزراء، وأنا أتمنى أن يسمعني يعني حقيقة من بر قناتكم، أن يكون لديه فريق دبلوماسي متخصص بعيد عن توجهات الخارجية العراقية، من توجهات الخارجية العراقية كوزير لديه دبلوماسيه موازيه باعتبار انه الاقليم لديه، نعم، وبالتالي ان يكون لديه فريق متخصص مرتبط في رئاسه الوزراء لمناقشه بعض الامور التي حقيقه من الممكن ان تخرجه او تجعل من العراق بلد كبير جدا يتوسط ما بين الدول لحل المنازعات، واعتقد انه سترجع بالاساسيه للعراق ولمكانه العراق الدوليه. نعم. جيد. استاذ نبيل، اذا نتحدث عن الدعم الداخلي اليوم، من الممكن ان نقول أن السوداني وحكومة السوداني استطاعت أن تكسب الشارع بالخدمات التي قدمتها للمواطنين خلال هذه الفترة الوجيزة، لكن البعض يسأل اليوم كيف استطاع السوداني أن يوحد بقية القوى السياسية، واليوم نراهم الجميع داعم للسيد السوداني وفريقه وهم في واشنطن. يعني إذا أتكلم وللإنصاف وأقول أول رئيس وزراء
يذهب إلى الولايات المتحدة دون أن تكون هنالك آراء مختلفة، بمعنى أن لا توجد كتلة سياسية بعينها تقلل أو تقزم من هذه الزيارة، ولا يوجد حتى نائب خرج على التلفزيون أو وسائل الإعلام ويقول أن هذه الزيارة لا جدوى منها على سبيل المثال. هذا إن دل على شيء يدل على أن الكل قد فوض السيد السوداني بإدارة هذا الملف الخطير والمهم، ملف العلاقات العراقية الأمريكية. تدري أنت العبثية اللي صارت والجهالة السياسية خلي أسميها، لم تكن هنالك رؤية، كانت لدى الجانب الأمريكي، الجانب الأمريكي عنده رؤية وهدف، ولكن الجانب العراقي كان متشظي الآراء، لم تكن هنالك آراء وأهداف حقيقية. اليوم تحويل الخيبة لخدمة أعتقد من أولويات السيد السوداني الذي يحاول أن يعيد السكة إلى وضعها الطبيعي، حينما قال وصرح من الولايات المتحدة الأمريكية العراق بدأ يتعافى، هذا مهم جدا، والعراق اليوم ليس عراق الأمس. هذه كلها رسائل إلى العالم ليبدأ أن يعود إلى العراق، عاد إلى وضعه الطبيعي. أنت تدري حضرتك، تطرق الضيف الكريم إلى جملة مهمة جدا إلى الاقتصاد وأهمية الاقتصاد. إحنا عندنا طريق التنمية، هذا إحنا نسميه طريق الأجيال، طريق الحلم. العراقيين ما بعد يسميه طريق الحلم لأن أصبح حقيقة. طريق الأجيال بدأ العالم كله يتقاطر عليه، يعني تدري أنت يربط الشرق بالغرب ويربط الغرب بكل الاتحاد الأوروبي ولكل دولة. يعني حتى اليوم سمعت أن أردوغان يحاول أن يكون لديه بصمة، يوم 22 لديه زيارة. اليوم الولايات المتحدة كذلك تريد أن يكون لديها بصمة في هذه الطريق. العراق اليوم الذي يملك من القاعدة الكبيرة الاقتصادية والاستثمارية تحفزه أن يعيد نفسه، لكن كل هذا يأتي من أن يكون تماسك داخلي حقيقي، قوة سياسية تحل مشاكلها. اليوم مهم جدا إحنا نعيد العلاقة، يعني يمكن أكو توتر كان بين العلاقة بين بغداد وأربيل، وهذا أنا أعتقد كلها يمكن وجدولها قاعدة حل لكثير من المشكلات، وخصوصا إرسال الرواتب. ترى الرواتب مهمة جدا إلى أبناء الأقليم، وهذا ما أكدت عليه إذا تذكر السفيرة الأمريكية. تصفير الأزمات قبل الذهاب لهذه الزيارة بالتالي انعكس إيجابا على هذه الزيارة، بالتالي داخل الكل داعم، ولذلك العالم ينظر لك أنت ذا موحد ككتل ككيانات موحد، ينظر لك كقوة واحدة يتعامل وياك، ولكن أي تشظي بالآراء. ولذلك كانت هنالك رؤية لحل كل الخلافات، وهذا ما أكد عليه وزير الخارجية الأمريكي إذا تذكر، قال يجب حل الخلافات ما بين بغداد وأربيل. وأعتقد اليوم هنالك نية لتصفير الأزمات، ونية لحتى إعادة يمكن الديمقراطي الكردستاني لإعادته بالانتخابات، لأن تدري انتخابات الإقليم اللي راح يصير بعد يمكن شهرين أو أقل. إعادة الديمقراطي كحزب مهم وفاعل في يعني في العملية السياسية، وهو اللي أسس للديمقراطية من 90s، ابعاد بهذه الطريقة، أنا أعتقد غير ستكون انتخابات غير محمودة الأقوى ولن تأتي بنتائج. ولذلك العودة، وهنالك إشارات وصلت أنه يمكن أن يعود إذا كانت هنالك نية في حل الخلافات أو تأجيل الانتخابات في شهر شهرين. هذا كله أنا أعتقد في بال السيد السوداني في حل كل الخلافات وتذويبها والانطلاق إلى الفضاء الخارجي، والعالم يأخذ هذه الإشارات. تطرقت إلى قضية جدا مهمة، العالم ينظر لك كتلة واحدة، ما ينظر ككيانات، لأنه الراعي الأبوي هي الحكومة اللي ترعى كل الأحزاب كل الأمور، يعني هي تحت خيمتها. لذلك أكو نجاح تحسب، يعني نجاحات عديدة قد سجلت قبل الزيارة وما بعد الزيارة، والأهم أنا أعتقد هي اللجان التي ستأتي وستفعل كل هذه الاتفاقات. واليوم لكن ضروري أن نحافظ على هذا الدعم حتى بعد انتهاء الزيارة ومرورها، كيف من الممكن أن نحافظ على هذا الدعم؟ أو هل سيبقى القوى السياسية داعمة للسيد السوداني وحكومته حتى نهاية؟ طبعا سؤال كذلك جدا مهم، لأنه ما عندنا إما النجاح أو النجاح، ما عندنا غير الكتل السياسية غير أنه تنجح، لأنه بعد 20 سنة وعندنا مقبلين على انتخابات بعد سنة ونص يمكن، الكل يريد أن ينجح، لأن ترى حتى الفئة الرمادية والفئة اللي تتقدر ب 75% مهمة جدا، شلون تحركها أنت حينما يعني العراق يرجع يعود كلاعب مهم ويتحرك بالمنطقة ويحل مشاكل المنطقة ويحل مشاكله وأزماته، والحكومة ترعى الشعب العراقي بخدمات وأولويات، تتحرك الفئة هاي الرمادية اللي 60 أو 70% مهمة جدا. كل هذا أنا أعتقد يمكن أن يكون واقع حال بالفترة القليلة القادمة إذا ما تعاضدت الكتل، ونعتقد أكو تعاضد كبير من كل الكتل السياسية لإنجاح مهمة السيد السوداني. جيد دكتور، القطاع الخاص الكثير من الاقتصاديين نادوا بضرورة الاهتمام إلى هذا الموضوع، بالتالي اليوم عندنا تخمة يمكن بالتعيينات الحكومية وغيرها، لازم
يعني لابد انه نتوجه للقطاع الخاص. هل من الممكن ان نرى قطاع خاص وصناعي وتوفر فرص عمل والكثير من الامور في العراق اذا استطعنا ان نبدا باستثمار هذه الشراكه وبالتالي انطلاق نحو انجاح هذا الملف؟ بالتاكيد العراق بلد احادي الاقتصاد باعتبار انه بلد ريعي يعتمد النفط فقط، وبالتالي الصناعه والزراعه وحتى والتجاره عطلت لاسباب معروفه جدا حتى من قبل سواء كانت دول جوار او دول على عربيه او اقليميه او عالميه، حتى حقيقه من حق هذه الدول حتى تصدر للعراق، وبالتالي اعتقد انه هناك اصبحت مطالبه مقنعه للكثير من الموظفين والكثير. اعتقد الجانب الصناعي والجانب الزراعي والجانب التجاري مهم جدا، وان يجب ان يكون رافد كبير جدا. ما قبل 2003 كانت فقط وزاره الصناعه تساهم في 30% من ان يعني حقا من الناتج القومي كمردود هي يعني ووزاره الري والزراعه، وبالتالي الان حقيقه تحتاج الى دراسات وليس فقط تنظير في الكلام، نحتاج الى وضع خطط تنمويه كبيره جدا، خطه نكون لمده 3 سنوات أو سنتين حتى في عمر الحكومه لتفعيل جانب القطاع الخاص ومشاركته الفعليه، وليس القطاع الخاص ان تاتي بتاجر لديه علاقه وبالتالي يستثمر لموضوع ويربح لنفسه ويترك، لا هذا حقيقه هذا مو قطاع خاص. نعم. القطاع الخاص القطاع حقيقه المحتمد عالميا. علينا ان نفكر حقيقه، والقطاع الخاص مو شرط الا في العراق، القطاع الخاص يجب حتى هذا كان من غير دول ولكن يعمل بطريقه ان يربح العراق من هذا الموضوع. نعم. ان تكون هناك يعني حقيقه واردات للعراق تساند الجانب النفطي. على سبيل المثال لو انتهى موضوع النفط ولا يوجد نفط في العراق كيف يعيش العراق؟ لن نعيش نهائيا بالفعل. لا تكون هذا انا حقيقة حتى يسمعون، لا تكون هذه الرواتب الكبيره للمسؤولين، اول ما يتضرر المسؤولين. نعم. ولا حقيقه الدراجات الخاصه ولا بالتالي سينهار الاقتصاد يعني. بالتالي علينا ان نفكر في الحلول، اعتقد ان السيد السوداني يستطيع فعل ذلك، ولكن مع ذلك يحتاج الى دراسات كبيره جدا لاشراك القطاع الخاص حتى حقيقه لا تكون هناك تجربه على سبيل المثال مثل سرقه القرن وغيرها والى اخره، بالتالي هنالك نفوذ ضعيفه من قبل ما يسمى بالتجار، وانا نعم. حقيقه أتخوف من هذا الموضوع كثيرا باعتبار هنالك مافيات من الفساد تحميها حقيقة قوى سلطوية كبيرة جدا وميليشيات حقيقة لديها نفوذ أقوى من نفوذ الدولة، وبالتالي وأحزاب لديها اقتصاديات أيضا. نعم. تستفاد من هذا الموضوع، من الممكن أن تدخل عن طريق موضوع الاستثمار في العراق عن طريق القطاع الخاص، وهذه كل هذه المشاكل يجب أن تحسن وتدرس بدرجة كبيرة جدا قبل الانطلاق إلى موضوع الشراكة الاقتصادية. هل تابعت هذه الحكومة إعادة الأموال المنهوبة والمهربة إلى خارج العراق؟ يكون هذا الأمر أيضا مهم جدا بالتالي ينعكس إيجابا على الوضع. نعم تابعت الكثير من هذه الأمور، وهنالك دول أبدت حقيقة استعدادها وقال وعادت سواء كانوا مطلوبين أشخاص أو أموال، ولكن ليس بالمستوى المطلوب، لدينا أموال كثيرة جدا. نعم. وحقيقة أموال من الممكن أن تكفي للعراق لموازنة أو موازنتين يعني قادمة، وبالتالي علينا حقيقة سحب هذه الأموال، ولكن تحتاج أيضا إلى عمل دبلوماسي، وأيضا العراق يتجنب موضوع حقيقة القانون الدولي والذهاب باتجاه محكمة لاهاي للحصول على حق، وهذا خطأ كبير جدا. على سبيل المثال الجمهورية الإسلامية لإيران في أي خرق في أي موضوع رأسا مذكرة إلى المحاكم الدولية، وبالتالي حتى تحيد المقابل على الأقل إذا ما لم تحصل على الحقوق بعيدة حتى لا حقيقة لا يتمادى. نحن أبد نهائيا حقيقة أنا أيضا أطرح من هذا الموضوع من خلال قناتكم أن يكون لدينا تحرك باتجاه المحاكم الدولية للحصول على حقوقنا حتى نحيد المقابل لا يستطيع أقل الأموال لا تتحرك بالضبط، وبالتالي حتى نحصل على أموالنا بطريقة قانونية، وحقيقة من الممكن وأعتقد أن السيد رئيس الوزراء قادر على فعل ذلك. ولكن أنا عندي يعني شيء واحد قد أختلف مع الأستاذ العزيز في موضوع الأحزاب وجميعا حتى لا نعمم، لا هنالك شخصيات وقادة في الأحزاب لا يريدون نجاح للسيد السوداني لأنه لديهم طموح شخصي في موضوع رئاسة الوزراء للمرحلة القادمة، وبالتالي أنا من الممكن يعني إذا اتفقنا أنا والأستاذ الآن أن نعطي فرصة
ثانيه للسيد رئيس الوزراء، هم لا الان يحاولون تقويض الحكومه وبالتالي الذهاب باتجاه انتخابات مبكره، اذا اين الانجاز؟ لا احد يفكر بالانجاز من قبل بعض، ليس كتعميم، وبالتالي اعتقد انه على رئيس الوزراء ان لا يلتفت الى هذه الاصوات وان يسير بالاتجاه الصحيح، ومن الممكن ان يحصل على حقيقه المنطقة الرمادية كداعمة له ولمشروعنا. اليوم إذا نأخذها كمواقف رسمية فموقف يعني واصل الفكرة، موقف كان واضح بدعم السيد السوداني وزيارته. أستاذ نبيل، ملف الطاقة من الملفات المهمة والحساسة، كيف من الممكن أن نستفيد من شراكة الولايات المتحدة بهذا الموضوع، وما هي المساحة المتوفرة للعراق بالتحرك بهذا المجال؟ يعني ملف الطاقة هو من أعمق وأخطر الملفات، تدري العالم صح. بدأ يتحول إلى الطاقة الهجينة، الطاقة البديلة، الطاقة بالضبط. الكهربائية. أكو تقرير قبل 3 أشهر قريته، تقرير فنزويلي والكاتبة برتغالي، طبعا هذا التقرير أتمنى ينعرض في كل الشاشات، يقول العراق يمتلك الله من طيب من الطاقة الشمسية حتى في الشتاء، يعني طيلة 12 شهر عنده طاقة شمسية من 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 رب العالمين، وهي ما موجودة في كل الدول. لم نستثمر هذه الطاقة، بالإضافة إلى الطاقة الكثير من الأمور اللي لم نستثمرها، هذا كله سيحفز على أن تكون هنالك شراكات اقتصادية بعيدة الأمد، خلينا نسميها خمسية عشرية. ما نتكلم عن شراكات قريبة الأمد أو بسيطة، خلينا نأسس. يعني حتى هنالك تقارير يقولون أن نضوب النفط سيبدأ بالنضوب بعد 40 أو 50 سنة، إذن كيف نؤسس لأجيالنا إحنا أنه يعني مو شرط أن نكون إحنا اقتصادنا مرهون على أحادية النفط، هاي مشكلة كبيرة، يجب أن ننوع. الله منطينا سياحة، منطينا اقتصاد، منطينا زراعة، ولذلك الملفات اللي تابعها السيد السوداني ملفات كبيرة، ملف الزراعة شلون إحنا نتغير من هذه الطرق، أكو طرق حديثة بالزراعة بدأ العالم يتخذها، وإحنا خاصة عندنا مشكلة بالمياه. كل الحكومات أبدا ما فكرت نهائيا موضوع بديل لرفض الموازنة، وما فكرت باليوم اللي يجي يخلص النفط يصير حال المي، هاي مشكلة كبيرة. ولذلك أنا أشوف السيد السوداني حينما لم يتكلم بالتركة الثقيلة، وهي جدا مهمة، كل رؤساء الوزراء حينما يتسنموا منصب يقولون التركة ثقيلة واستلمنا، إذا لماذا تستلم منصب وتتكلم عن التركة؟ السيد السوداني لم يتكلم عن تركة ثقيلة، مع العلم أكثر من 1546 مشروع معطل أو مشاريع يعني متلكئة صح. هذا مهم جدا، وبدأ يعني حتى عنده كلمة يقول أنا ما أريد أسمع بعد مشروع متلكئ، كل المشاريع خلنا ننجزها، هذا مهم جدا. هكذا رجال تحاول أن تبني الدولة يجب أن تدعم. اتطرق الضيف العزيز الكريم الدكتور إلى قضية يمكن أن يكون هنالك مناوئين للنجاح، وهذا موجودة. أنا تكلمت على جزئية السفرة، جزئية نجاح السفرة، جزئية أن تكون هنالك مخرجات كبيرة. نعم هي منافسة، وهي منافسة الكل يريد أن يطمح لأن يكون رئيس وزراء، هذا كله راح تفرز نعم. الانتخابات وهذا كله إحنا مرهونين الانتخابات، لكن يمكن بالأخير هي التوافقات، يعني تدري مو كل واحد يجيب 60 أو 70 مقعد يصير رئيس وزراء، اللي يجيب مقعد أو مقعدين يمكن يصير رئيس وزراء، هاي كلها تحكمها التوافقات السياسية. المشكلة قضية جدا مهمة أنت أستاذ أشرت لها والضيف الكريم، بأنه إحنا اليوم شلون نملك عقلية تفكك الأزمات، عقلية تقدير المخاطر. العراق يعني مقبل على ثورة عمرانية كبيرة، العراق مقبل على مشاريع كبيرة، إن لم تكن هنالك وحدة قرار حقيقية مجتمعي سياسي لا تكون هنالك نجاحات. لكن أن لا تسجل أو تذيل مثل باقي هذا المشروع هذا إلي وهذا المشروع للجهة الفلانية والحزب الفلاني، خلنا نغادر هاي العقلية وخلنا نبدأ لتأسيس الدولة وصناعة قرار سياسي للأجيال. ما معقول إحنا بعد 20 سنة والعملية السياسية مرت بأسوأ حالاتها، وتتذكر وصلت سموها إلى وصلت طبت مرحلة الإنعاش، يعني من الإنعاش لو تعيش لو تموت، إذا تتذكر بس قضية الانسداد والاستعصاء السياسي. خلنا نغادر هذه الأمور، وأعتقد التأسيس بدأ، ولكن نحتاج لأدوات، هذه الأدوات تمكن السيد السوداني من النجاح أو أي حكومة تأتي. ولذلك أعتقد أنا بتقديري يعني حتى أتذكر إذا يعني ممكن تشاطروني الرأي، أو كانت الفلوس تروح على المشاريع 50 مشروع عطاء من البداية يأخذون عليه سلف مليارات الدولار، ولم هي شلون صارت الفساد بهذه الطريقة. اليوم أكو مشاريع وصلت 50% ودينار لحد الآن دينار، هذا كله أعتقد. وشنو اللي يضمن ديمومة هذه المشاريع اللي تحتاج وقت طويل؟ يقول لك ما تجي حكومة باشر عقب هذا كله يروح حالة شو اسمه، وتترك المشاريع وتبقى حالة. شنو اليوم اللي نحتاجه حتى نسير على الطريق الصحيح؟ لأنه المتغيرات كبيرة،
مشكلات كبيرة بالمنطقة تعصف بالعالم، يعني قبل فترة بشق قضية أوكرانيا وروسيا كادت أن مشكلة تعصف بالعالم، مشكلة الغذاء. على الكل أن يعي بأن المرحلة هي مرحلة ليست بالمرحلة السهلة، مرحلة يجب أن تتعاطى الكتل مع إنجازات حقيقية. إن يسجل أي جهة تسجل فهي تسجل للشعب العراقي لا تجير لجهة. هذه المفاهيم إحنا ليش نقول خلنا نروح للبلاغة السياسية، خلنا نترك المراهقة السياسية. بعد 20 سنة ما مسموح بأن أحد يراهق في السياسة، خلي تكون بلاغة حقيقية المنجز للشعب العراقي وليست لجهة واحدة. وهذا التأسيس وهذا العرف يجب أن يحدد ويصان وأن يكون مفهوم لدى كل متصدي للعملية السياسية سواء القادمة أو الحالية أو المقبلة. يعني دكتور، الابتعاد عن الصراعات والأزمات سواء كانت داخلية أو خارجية انعكاساتها ليست فقط على الواقع الداخلي، ربما تنعكس خارجيا. اليوم إذا أراد العراق أن ينهض من جديد وأن يستعيد عافيته وعليه بالالتزام أو ربما يمسك العصا من الوسط بتعاملاته السياسية الخارجية، هل بدأنا نسير في الطريق الصحيح؟ ما هي الخطوات اللاحقة حتى نستمر عليها، حتى نضع العراق اليوم في الطريق الصحيح بالتالي يحظى بدعم الدول الكبيرة والمؤثرة؟ تعريف السياسة الخارجية هو كل فعل خارجي يعني يستمر إلى عبر الحدود، سواء كان هذا الفعل سياسي اقتصادي استراتيجي عسكري. هذا الفعل الخارجي إذا ما كان هناك حقيقة توازن حقيقي وقوي ورصين في الداخل لا يمكن أن يكون هذا الفعل الخارجي مؤثر. سابقا يعني قبل هذه الحكومة كان هناك الوضع حش داخليا والكل يتجنب الخوض في المشاكل، وبالتالي يذهب رئيس وزراء أي رئيس وزراء في تلك الحكومات السابقة لي حقيقة يحاول جاهدا أن يكون في جانب دبلوماسي وغير تأثير، ليس لديه تأثير لا إقليمي ولا دولي. الآن لا، السيد السوداني لا توجد لديه مشاكل داخلية كبيرة، فقط لديه أكون هناك متعلقات قانونية ما بين الإقليم والمركز، وأعتقد أنه على الإقليم أن يحتكم إلى الدستور العراقي لعام 2005، هو جزء من هذا الموضوع، وبالتالي لديه حقوق يجب أن يعطيها ولديه واجبات يجب أن يحصل عليها. هذا يعني غير هذا الموضوع لا يمكن أن يحصل. بالتالي السيد السوداني الآن لديه أرضية خصبة داخليا مكنته أن تكون لديه علاقات وسياسة خارجية فاعلة، بدأ بالصعود ستيب باي ستيب للوصول إلى موضوعة الدبلوماسية الفاعلة. وحقيقة أعتقد أنه استخدم موضوع دبلوماسية المؤتمرات والدبلوماسية القمة، وهي اللقاء المباشر عن طريق يعني عن طريق هو رئيس الوزراء شخصيا وليس عن طريق وزارة الخارجية أو من ينوبه. وبالتالي هذه الدبلوماسية حقيقة دبلوماسية القمة لديها مزايا كبيرة جدا، أن يكون القرار سريع وأن تكون الاتفاقية سريعة باعتبار موجود حقيقة أن هو رأس الهرم. وأعتقد أنه نجح نجاح كبير في هذا الموضوع وطرح موضوع حقيقة سياسة العراق الخارجية وتصفير المشكلات مع دول الجوار ومن ثم الذهاب إلى على المسار السياسي العالمي بطريقة إيجابية وبطريقة مرنة. وهو رجل يعني لديه يعني حظوظ دبلوماسية كبيرة جدا، مزاجه زين غير عصبي، يستطيع الفعل الكثير، هذا يحسب له أيضا كشخصية ككاريزما. وأعتقد أنه نجح نجاح على سبيل المثال، حتى لو نجح 70% فهو هذا نجاح كبير جدا، يعني لا نريد أن نغالي في هذا الموضوع. 70 لما تستطيع أن تحصل على ود البعض حتى من معارضيك فهذا نجاح. هو 70% هذا هو ناجح داخليا وخارجيا. جيد، الزيارة راح تنتهي باكر، شنو بعد الزيارة؟ ما بعد الزيارة سؤال مهم جدا، هو التطبيق والتنفيذ أو والتصديق على برام المعاهدات. تعرف لدينا احنا يعني نظام برلماني يجب أن يوافق مجلس النواب العراقي على تصديق المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعقد حتى تكون حقيقة لديها القبول الإيجابي لدى الشعب. عندما حقيقة تعرض سيعرضها السيد رئيس مجلس الوزراء على ممثلي الشعب، وبالتالي أعتقد أنه لجنة العلاقات الخارجية هي موجودة مع السيد رئيس الوزراء وبعض منهم، وبالتالي هم على اطلاع كبير جدا. إذا ما استطاع العراق أن ينفذ بنود الاتفاقيات بجانبها الفني، السياسي نجح ولكن الجوانب الفنية تعرف حضرتك الجوانب الفنية لا يوجد مختصين يعني أصحاب قرار، يعني المشكلة لأن من يصل إلى السلطة هم من الأحزاب ومن الوصوليين، وأنا حقيقة أنا صريح جدا، يجب أن يكون هناك أصحاب قرار مهني
من المختصين. على سبيل المثال لو لدينا اتفاقية نفطية يجب أن يكون حقا مهندسين في النفط أو مهندسين في الكهرباء أو مهندسين في الزراعة والري. أنا ما أجيب واحد على سبيل المثال يعني مختص في الجغرافيا مجرد أنا صديق هذا السين أو صاد من الحزب وبالتالي خليه رئيس لجنة. هذا إذا ما نجحنا في موضوع جانب مهني في اللجان الفنية سننجح كثيرا مثل ما طرق زميلي. أما العكس صحيح تماما إذا ما ذهبنا باتجاه أن يكون لدينا حقيقة علاقات مجرد زيارة وتنتهي وعندما نرجع إلى العراق أو نعود إلى العراق تكون مجرد حقيقة عن معروف عنه أنه بالعراق إذا أردت أن تضيع موضوع أو قضية أن تحله إلى لجنة بهذا الدعم الشعبي والحكومي. نعم. أتوقع راح نشوف. لا أنا أتوقع عن إيجابية في هذا الموضوع وبالتالي نسير في الاتجاه الصحيح. نعم من الممكن ذلك إن شاء الله. دعم نيابي أيضا أستاذ نبيل واضح كان بالأيام هذه اللي فاتت خلال زيارة السيد السوداني. هذا الدعم ايضا من الممكن ان ما اتوقع انه راح نشوف بعض الاشكاليات الان داخل مجلس النواب بخصوص هذه الزياره. يعني توقعاتك حول الموضوع؟ هو الوفد كان وفد ضخم جدا واخذ السيد السوداني من كل متخصصين في هذه القضيه سواء حتى هذا الامر صار عليه لغط بدايه الزياره. وياي يعني مهمين احنا ما نريد يعني كلها تريد وقتها قدمت اسماءها والولايات المتحده ولكن هو يعني حينما يكون رئيس الوزراء يعرف ماذا يريد. هذا مهم جدا. انت شو تريد؟ مو مجرد زياره بروتوكولية. تطرق الضيف الكريم الى دبلوماسيه الشراكه هاي مهمه. نعم. جدا بأنه رئيس الوزراء اليوم يعرف ماذا يريد من الولايات المتحدة. ما رايح بزيارة بروتوكولية شكلية لأن هذه الزيارة هي ليست بزيارة دعوة من الجانب العراقي، جاءت بدعوة من الجانب الأمريكي وهذا متغير في السياسات. يعني في السياسات الخارجية هاي بها تبعات كبيرة. أنت مو تطلب الزيارة من الدولة الأمريكية، وهذا كان العرف. رئيس الوزراء يطلب موعد من الرئيس الأمريكي حتى يروح زيارته تتذكر. لكن هذه المرة جاءت من الرئيس من البيت الأبيض عفوا بأنه يعني يحبون يشوفون رئيس الوزراء العراقي. هذا يعني أن العراق يعني عاد لاعب مهم في المنطقة. تغير من كان ملعب للصراعات تحول إلى لاعب، من ملعب إلى لاعب. هذا مهم جدا. وتعيد أنت ترسم سياساتك وتفرض زيارات خير إن شاء الله. أردوغان هم جاي بالطريق. ما بقى شيء بعد خلينا نأخذ هاي ثلاث دقائق عندنا خلينا نناقش بها موضوع زيارة أردوغان إلى العراق. نعم. أهمية هذه الزيارة بهذا التوقيت طريق. نعم. التنمية وأهميتها شلون ابرز الملفات الممكن يعني تحل خلال هذه الزياره واهمها يمكن المياه. طبعا العنوان الاكبر هي المياه لكن اكيد هنالك الطاقه والتنميه وكذلك الاقتصاد والنقل هذه. لكن الاهم هذا الطرق الى اردوغان قبل الزياره يقول لدي ملف كبير هو ملف المياه. لكن خليني انا قضيه اعرج عليها. تركيا اليوم يمكن بنت 22 سد خلال ال 15 سنه الاخيره، ترى رقم كبير. نعم. ولذلك احنا رب العالمين احنا بهاي الفتره انطانا امطار ولا لو مال امطار كانت هنالك مشكله كبيره. وذكر وزير الزراعه قبل سنه حذر منها مشكله كبيره ستكون اذا لم تكن هنالك اطلاقات المياه هذه بالمعاهدات الدوليه. انت ما تقدر تبني سدود. هذا كله مهم جدا في هذه المفاوضات. وهذه الزياره لا تقل قيمه عن زياره السيد السوداني للولايات لانه تركيا دوله جاره. نعم. تحيطنا بها يعني 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 ليست مسافات كبيره وهذا مهم جدا انت تعضد علاقاتك معه. وكذا قضيه حزب العمال الكردستاني البككه وقضيه هذه كل الملفات انا برايي ستفاوض خلال فتره. لكن اهم شيء احنا نريد على القضيه العراقيه قضيه المياه بانه ما عدنا تنعش القطاع الزراعي ما مرتاحين يعني نرهن نفسنا يعني تدري القطاع الزراعي مهم. طريق التنميه راح يفعل يعني تركيا تستثمر والعراق عليه ان يفاوض بهذه الطريقه. الاستثمار مقابل مثلا على سبيل المياه يجب ان لا توقف بهذه الطرق وهذه السدود. ولذلك يجب ان تكون اطلاقات مائيه هذه الاطلاقات يتفق عليها. واعتقد انه السيد اردوغان جاء هذه المره انا حسب رؤيتي وتحليلي يريد ان تكون حلولا لانه يريد ان تكون لديه بصمه في طريق دقيقتين ننطيها للدكتور. شلون تقرا زياره اردوغان للعراق واهميتها؟ لدينا مشاكل عالقه مع الجانب التركي تتعلق بموضوع المياه وايضا اجتياح الجانب التركي العسكري للحدود العراقيه وموضوع البككه وهذه كلها ذرائع حقيقه لضعف الدوله العراقيه ما بعد عام 2003. أعتقد أنه السيد أردوغان لديه وصف يختلف في موضوع المياه. يصف الأنهر الدولية للدول المتشاطئة مثل نهر دجلة والفرات بأنها أنهر
تركيا عبر الحدود، وهذه مشكلة كبيرة يعني شال الموضوع الدولية أصبحت إقليمية ومحلية. لا أحد يستطيع أن يتطرق لهذا الموضوع، أنا أتطرق لهذا الموضوع. وبالتالي عندما يوصف رئيس الجمهورية بأن هذا النهر الدولي هو نهر خاص بي على سبيل المثال، يعني شلون نقول إحنا شط العرب، فهذه مشكلة كبيرة جدا. بالتالي يعتبر أنه ما موجود من موارد هذا المياه هي لصالح الإقليم وملكه، وبالتالي عليه أن يتحكم في هذا الجانب. العراق لا يستطيع أن يرد في هذا الموضوع النهائي، لا أعلم لماذا، ولا يستطيع أن يضع النقاط على الحروف، ولا يستطيع أن يحترض على دوليا على موضوع السدود، موضوعة الكاب وأديس يعني غيرها من الكثير هذه السدود التي حقا أرهقت وجعلت هناك الكثير من التصحر، ولولا تدخل الطبيعة والتدخل الرباني لا أصبح العراق جاف. أيضا اليوم موقفنا من غير التبادل، حجم التبادل التجاري الكبير مع تركيا، لدينا طريق التنمية قادم إن شاء الله يصير ورقة، لدينا تبادل تجاري مع الجانب التركي نستطيع أن نلوح به حقيقة. أعتقد أن أي نعم يعني 25 دولار يعني مليون دولار سنويا إذا ما حقيقة استخدمنا هذه الورقة ضغط، سيأتي أردوغان راكعا للعراق لاستجداءه للقبول بطلبات العراق. أستاذ العلاقات الدولية دكتور صالح الشدر، أشكرك جزيل الشكر لهذه المتابعة. شكرا جزيلا. وأيضا الباحث في الشأن السياسي الأستاذ نبيل العزاوي، شكرا جزيلا لكم. إذن مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على كرم المتابعة، إلى اللقاء.